متابعينا الكرام في اولى حلقات كابسول كريتيك عبدو. هذا الكابسول اللي غادي نناقشوا فيها مجموعه من المواضيع اللي ما غاديش تقتصر فقط على كره القدم او الرياضه، بل غادي تشمل قطاعات عده. اكيد غادي تكون الاولويه المواضيع المحليه، ولكن غادي نقوموا بمناقشه كذلك مواضيع وطنيه ودوليه. الحلقه الاولى اللي غادي نناقشوا فيها هو الموضوع ديال اللي داير ضجه كبيره ديامات في مدينه مراكش، واللي تنعتذر بعدا لانني تاخرت بحكم انني كنت في الكونجي يلا دخلت، اللي هو موضوع ملعب الحارشي. قبل ما نخوض في التفاصيل اللي خلات ملعب الحارشي يتغلق طيله هذه السنوات، واللي خلاه وصعب الاموريه باش انه يتعاود يتفتح، خليكم بعدا مع الروبورتاج اللي قمت بالاعداد ديالو سنه 2019. هنا ملعب الحارثي أو كما يحلو للمراكشيين تسميته بأيقونة المدينة رياضيا لما يحمله من حمولة تاريخية. فعلى هذه الأرضية دعب الكرة نجوم كبار سطعت نجوميتهم في سماء المملكة ودول عربية وأوروبية، كما كان مسرحا لملاحم كروية أسدل ستارها بتتويج الممثل الأول للمدينة بألقاب عديدة تزين خزينته. كل هذا وذاك ضاع بمجرد إغلاق أبواب هذه المنشأة الرياضية سنة 2017 في الوهلة الأولى بغية إخضاع مرافقه للإصلاح، ليكتسي بعدها بسنة حلة جديدة زادت من جماليته بميزانية وصلت لثلاثة ملايير سنتيم. لكن سرعان ما كانت الضربة الموجعة للمراكشيين برفض تمكين أندية المدينة من الملعب لدواعي يعرفها مسؤول المدينة فقط. حرمان المراكشيين من العودة إلى معقلهم التاريخي لم يجني خسائر مالية على فارس النخيل فقط، بل أبعد جماهير الفريق عن ناديها، حيث يضطرون لقطع مسافات طويلة قد تصل أحيانا لأزيد من 20 كيلومترا للتوجه صوب الملعب الكبير ضاحية المدينة. التساؤلات لم تقتصر فقط عن الأسباب الحقيقية في إغلاق أبواب ملعب الحارثي قصرا في وجه أندية مراكش، بل طالت أيضا الميزانية التي تم تخصيصها للإصلاحات والتي وصلت لثلاثة ملايير سنتيم، منها مليار ونصف خصص لأرضية الملعب. ميزانية ضخمة مقارنة بما عرفه الملعب من إصلاحات اقتصرت فقط على الأرضية والمدرجات، بالمقابل باقي المرافق لازالت في خانة الانتظار. فكما شفتوا هذا الروبورتاج اللي كنت صورته رفقة الأخ أسامة المسكيني سنة 2019، وبالضبط الموسم الأول لفريق من القسم الاحترافي الثاني من بعد السقوط ديالو من القسم الاحترافي الأول، ولا بينا ندير واحد الكرونولوجيا للموضوع الحارثي. فكل سنة تيتفتح هذا الملف وسرعان ما تيتغلق مباشرة بعد ما تنتشر الشائعة ديال إعادة الفتح ديالو. بالضبط في سنة 2019 فاش درت هذا الروبورتاج كان الفريق مجبر انه يبحث على ملعب بحكم اغلاق الملعب الكبير لمراكش اللي تيتغلق مرتين في كل سنه من اجل اخضاع ارضياته للاصلاحات السنويه. فالفريق اختار انذاك يمكن نسميوها فضيحه كبرى انه يستقبل الخصم ديالو في الميدان ديال الخصم ديالو، وهذه كانت فضيحه كبيره واللي جات من بعد ما الفريق ما لقاش فين يستقبل. دار طلب على ذاك البرشيد، دار طلب على ما اعتقد اليوسفيه، المدن عديده، وتم الرفض ديالهم. داك الشيء علاش؟ لان المده الزمنيه بقات 48 ساعه والفريق ما حددش الملعب، يعني اوتوماتيكيا تيمشي لعند الفريق الخصم. من بعدها كذلك لبنا نجي واحد الكرونولوجيا لهذا الموضوع. جا الفتره ديال رضوان حانيش، رضوان حانيش اللي كان وعد كذلك في الحمله الانتخابيه ديالو لا هو لا الاخ ديالو بانهم غادي يفتحوا ملعب الحارث. ولا رجعنا بالذاكره للوراء واحد الفيديو اللي كان داروا طريق حانيش النائب السابع لعمده المدينه، فكان قال انا ذاك في الحمله الانتخابيه ديالو انه تيوعد بفتح ملعب الحارث، ولكن ملعب الحارث ما تفتحش. هنا تنطرحوا اكثر من على المسافه، كيفاش تا
طارق حانيش اللي تنعرفوه انا ذاك كان فقط حمله انتخابيه، ولكن من بعد ولا في المجلس الجماعي تينتمي للحزب اللي يقوده المجلس الجماعي اللي هو الاصل والمعاصره، عنده المعارف ديالو وما قدرش انه يفتح ملعب الحاشي. فانا ذاك الفريق في المواسم 2020 2021 2022 2022 كان استقبل المباريات ديالو في مدينه بنقرير، استقبل كذلك في مدينه قلعه السراغنه، في مدينه اليوسفيه، لان كان انا ذاك الملعب الكبير مغلق من اجل اخضاع الارضيه ديالو لاصلاحات السنويه. من بعد رحل الحانيش فجاء دريس حليفه اللي كذلك لعب هذه الورقه ديالو، يعني جميع الرؤساء اللي تعاقبوا على الكوكب تيلعبوا هذه الورقه ديالو في الحملات ديالهم الانتخابيه. دريس حليفه وعد في الندوه الصحفيه اللي عقبات الجمع العام الانتخابي ديالو وعد بانه غادي يفتح ملعب الحاشي، وكذلك في الاجتماعات اللي تجمعوا دائما بالمكتب الموسيقي تيقول بالحرف ان غادي نحل لكم ملعب الحاشي وغادي نرجع لكم الملعب الحاشي. هذا الموسم اثير الموضوع من جديد بعد ما اثير الموسم الماضي، فالموسم الماضي عقلته فكان الاخ والزميل عادل بن القاضي نشر خبر قال انه حصري ملعب الحارتي سيفتح امام الكوكب، وهذا جاء بناء على ما يقول دريس حنيفه للمقربين ديالو والاعضاء المكتب المسير. فاذا به لعقلته خرجت واحد اللجنه امنيه اللي تتكون من الامن السلطات وجميع المتدخلين، وقالت بان ملعب الحاشي ممكن انه يحتضن المباريات، لكن شريطه انه تقاد مجموعه من الامور كالسياج الحديدي اللي اصبح متهالك، كالمنصه الشرفيه، كمنصه الصحافه، كالممر اللي تيربط ما بين فين تحت الحافله ديال الفروق ومستودعات الملابس، كذلك مستودعات الملابس، كاميرات المراقبه، هذه كل امور تعطى الفريق الكوكب ووعد ان ذاك الكوكب انه من ماله الخاص انه يقوم بهذه الاصلاحات، ولكن لا شيء وقع وعاود سد هذاك الملف اللي تعاود تفتح هذه السنه، ولكن هذه المره تفتح بقوه، لان فاش يكون بلاغ صادر على النادي مؤسسة الكوكب المراكشي تصدر بلاغ عبر الصفحة الرسمية أن الفريق رسميا غادي يرجع للملعب الحاشي بعد موافقة السلطات المحلية بمدينة مراكش، الخبر تناقلوا جميع الجرائد المحلية الوطنية والدولية، لأنه تيبقى هذا خبر اللي عنده قيمة كبيرة، لأن فاش نقولوا ملعب الحاشي تنقولوا ملعب تاريخي اللي كان شاهد على فترات الزاية ديال فريق الكوكب المراكشي، وملعب اللي من نهار غادروا فريق الكوكب هو في النكسات، هو في المشاكل المادية بحكم المصاريف الكبيرة اللي تيأتيها الفريق باش يجري التدريب ويجري مباريات في ملعب سومارجيس. فمن بعد هذا البلاغ الصادر ديال النادي خرج والي الجهة في حفل تنصيب رجال السلطة وقال المجموعة من الفاعلين الجمعويين أن الحارتي ما غاديش يتفتح في وجه الكوكب المراكشي نهائيا، وأنا ذاك طارت الزهراء كيفاش والي الجهة ممكن صاحب الجلالة تيقول هذه الهضرة في الوقت اللي المسؤولية الكوكب أكدوا أن الملعب غادي يتحل، كيفاش علاش؟ جات واحد اللجنة ديال السلطة مرة أخرى والأمن وجميع المتدخلين في المدينة، دارت واحد الزيارة بحضور النائب الأول ديال الفريق بحكم أن الرئيس كان غايب، وحسب على حساب المعلومات اللي توصلت بها فهذه اللجنة قالت بالحق أنه يصعب أن ملعب الحاشي يتفتح أمام فريق الكوكب المراكشي، وهذه هي الصدمة. كان غادي تكون لجنة مختلطة من العصبة الاحترافية الجامعة مجموعة من المتدخلين، واللي كانت غادي تزور الحاشي مع 26 وتأجل الوقت لاحق، قال بأنه غادي يكون الزيارة هذا الأربع، ولكن على حسب المعلومات اللي توصلت بها ما غاديش تكون الزيارة بحكم أنه تأجل هذا الموضوع. هادشي كلشي عارفه، ولكن الجديد اللي خاص الجمهور يعرفه هو أن ملعب الحاشي اللي تغلق منذ سنة 2015 بعد آخر مقابلة لجراء الكوكب أو مباراتين كانت الأولى أمام الرجاء والثانية أمام اتحاد طنجة، فمنذ ذلك الحين في الملعب تغلق في وجه الكوكب ليومنا هذا 2024. وأنا من خلال التحليل ديالي الخاص من بعد المعلومة اللي توصلت بها فملعب الحاشي من الصعب ومن الاستحالة أنه يرجع لفريق الكوكب، وحتى لو رجع غادي تكون شروط صعيبة اللي تقدر توصل أن الفريق يلعب بدون جماهير. علاش؟ وأنا تنقولها وتنعاودها وتنتحمل مسؤوليتي، ملعب الحاشي ما بغاوش الناس في مراكش والجهات المسؤولة في مراكش يتحل. علاش؟ أولا غادي نهو على الأمن، فالامن احنا ثقتنا كبيره في الامن، الحمد لله الامن في مدينه مراكش معروف عالميا كيفاش، لانه
نجح في تنظيم مجموعة من التظاهرات وعرف كيفاش يجيري راسو وقادر أنه يأمن مباريات ديال فريق الكوكب المراكش، ولكن اللي مخليه متخوف على أنه يسمح بعودة الكوكب الحارث هو مجموعة من العوامل، أبرزها أن نوعية الجمهور اللي ولاو، فلا بينا نرجعوا للماضي والفترة ديالنا بالضبط، فكنا حنا صغار كنا كنحترموا الناس الكبار، كنا لا بينا نمشيو للحارث لا نمشيو مع الناس الكبار، فكانت عقلية أخرى وكان بشر آخر كي تنقولوا حنا الآن. الدراري اللي ولاو صعاب، فكيفاش ولد ما تيحترم با ومو غادي يحترم بوليسي غادي يحترم الناس المنظمين؟ يعني كلها عوامل خلات الامن يتخوف. كذلك النقطه اللي تواجد فيها ملعب الحارثي نقطه خاصه وخاصه جدا، لان الحارثي جا في قلب مدينه مراكش وجا في واحد المكان اللي هو سياحي، مكان اللي محيطه به المقاهي المطاعم الفنادق المصنفه، وهادشي تيجرنا لان حتى المستثمرين في مدينه مراكش ضاغطين باش ان ملعب الحارثي ما يتحلش، لان غادي يشكل عليهم ضرر، لان فاش غادي يسدوا المطاعم والمقاهي غادي يسدوا واحد النهار غادي يكونوا خسائر ماديه كبيره. يعني المستثمر ما تيفكرش الجمهور ولا تيفكر راسو، لانه انفيستا فلوس خاصو شحال غادي يربح، ما يمكنش هو يسد نهار او نص نهار غادي يضيع عليه زباله الفلوس. كذلك كاين عامل اخر اللي هو المجلس الجماعي لمدينه مراكش اللي هو اللي تيملك الملعب، واللي لا لاحظتو ما عمر شي واحد فيهم خرج ودوى على ملعب الحارثي وطحش كيف ملعب الحارثي. المجلس الجماعي وبالضبط مجلس المقاطعه ديالي صادق في شهر ماي على ما اظن على تصميم التهيئه الجديد ديال جليز الشرقي، هذا التصميم اللي تيتضمن ان ملعب الحارثي والمرافق المحيطه به ما غاديش يبقاو، غادي يتحولوا لمرفق عمومي اللي من بعد غادي يتفوت باش انه يداروا فيه مشاريع سياحيه. وهذا التصميم التهيئه خرج رسميا في الجريده الرسميه في مؤخرا في 2024، يعني القوانين المعمول بها من بعد ما خرج التصميم التهيئه في 10 سنين من بعد لما تقام حتى شي نشاط رسمي داخل هذه المنشاه فغادي اوتوماتيكيا غادي تفوت للمستثمرين. وتنعرفوا ان هذيك الارض في 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 كيليز راه تساوي 41000 حتى 50000 درهم للمتر كاري، يعني اموال طائله غادي يجنيها المجلس الجماعي مقابل التفويت ديالو للملعب الحارثي والممتلكات المحيطه اللي تترجع للملكيه ديال المجلس الجماعي. كذلك كاين واحد العامل اخر اللي هو المكتب المديري لجمعيه نادي الكوكب الرياضي مراكش متعدده الانشطه، باش نكونوا واضحين وما نكذبوش عليكم الاخوه المشاهدين، فواخا النائب الاول اللي هو الرئيس الفعلي واخا مستقل ولكن تيبقى رئيس فعلي للمكتب المديري وهذا الشيء معروف لهذا الجميع، تيقول بان بغينا الحارثي، لا ما بغاش الحارثي يتحل لانه ما في صلاحتوش الحارثي يتحل، لان الممتلكات اللي دايره بالحارثي ولا هذيك غادي تجولها في موضوع اخر اللي كلها خروقات كلها تجاوزات، خصوصا المنشاه اللي تم كراءها لشركه اللي تتبيع المنتوجات الالكترونيه، فنهار الاول فاش داروا فاش كراوهم وعدوا ان الحارثي ما باقيش غادي يتحل، ولا لاحظتوا نهار جا هذاك 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 الشركه ديال بيع المنتوجات الالكترونيه من تماك الحارثي ما عمرو باقي يتحل. يعني كاينين ضغوطات من الناس المستثمره تماك، لان جايه حاطه فلوسها ضغط على المكتب المديري باش انه الحارثي ما يتحل، يعني جميع الاطراف وجميع الجهات المسؤوله في مدينه مراكش ما باغياش الحارثي يتحل، وهادشي اللي تيخلي الامور صعيبه وصعيبه بزاف باش ان الكوكب يرجع للحارثي، وهادشي اللي خاص الجمهور يعرفوا باش يعرف الحقيقه وما يبقاش عقد الامل على انه الكوكب ترجع للملعب والمعقد التاريخي ديالها اللي هو الحارثي. وكلمه اخيره اللي غادي نختم بها هذه الحلقه وغادي تكون رساله موجهه لجميع الاطراف والجهات المسؤوله في مدينه مراكش، الكوكب هذا الموسم ومن بعد ضياع حلم الصعود الموسم الماضي بفعل عده عوامل، اليوم لا بغى الكوكب يطلع فمحتاج انه يلعب في مدينته ومحتاج انه يستقبل وسط الجمهور ديالو، لان جمهور الكوكب كي تنقول ديما ماشي اللاعب رقم 12، لان هذا غلط وغلط كبير، جمهور الكوكب لاعب رقم واحد داخل منظومه الكوكب، ولو رجعنا للتاريخ راه عارفين كيفاش الجمهور لعب دور كبير باش انه الفريق يحقق مجموعه من النتائج الايجابيه ويحافظ على المكانه ديالو في مرات عده، لذا تنطلب الجهات المسؤوله باش انه استثناء ان تسمح للكوكب انه يرجع للمعقل ديالو التاريخي اللي هو ملعب الحارثي، لان الكوكب لا بغى يحقق الصعود فمستحيل انه يلعب خارج المدينه وبعيد عن الجمهور، لان كنا نعرفوا فاصل كريزي بوز المساند الاول للنادي فقرر قبل سنوات انه في حاله ما تم تاجيل الكوكب فغادي يقطع المباريات.
يعني بحال كما مشى لفريق الزمامره ولا برشيد غادي يقاطعوا الماتشات وغادي يلعب لفريق بدون جمهور ديالو. وملي تنقولوا فريق تيلعب خارج مدينته بدون جمهور ديالو فصعيب انه يحقق الهدف من وسط الدار واخا يجيب اي نوعيه من اللاعبين يتوفروا كاع الظروف. اهم نقطة اللي خاصها توفر هي ان الفريق يبقى في مدينته انه يلعب بدون جمهور. كاينين مجموعة من الطرق باش انه يتم تامين المباريات. كاين الحمد لله شركه جديده اللي وقع معها الكوكب ديال التذاكر الالكترونيه. كاين عده الطرق باش انه نحصروا عدد الجماهير. تنعرفوا ان الحارتي بعد تركيب الكراسي والتي هي 11500 بامكان انه تحدد واحد عدد معين ديال الجمهور ويداروا تذاكر الكترونيه. غادي تقال انه الكوكب ولات عندها قاعده جماهيريه كبيره اش غادي يديروا دوك الناس اللي ما غاديش يجيو؟ فاكيد ان الجمهور غادي يحترم هذا القرار لان الجمهور ما غاديش يبيع الضرر لفرقته اللي ما قطعش الكترونيا فما غاديش يجي للتيران وما غاديش يجي لمحيط التيران. خاص يوم دراسي خاص الناس وجميع الاطراف تجلس وتوضع واحد الخطه محكمه باش ان الكوكب يرجع للملعب ديالو الحارتي على الاقل سيدنا في انتظار اعاده فتح ملعب الكابين اللي ما غاديش يتحل على حسب المعلومات اللي عندنا تم كاس افريقيا يعني تنشهر 2026. ومنين تنقولوا هاد الوقيته فصعيب وصعيب بزاف الكوكب يطلع في ظل انه يلعب خارج المدينه ديالو. احسن ما يمكن نختم به هو هاد البلاطو اللي كنت درتو في الروبورتاج ديال 2019 اللي باقي صالح رغم مرور واحد ربع سنين ولا خمس سنين باقي صالح لان العبارات اللي جاو فيه باقي صالحين. نضرب لكم موعد في حلقه اخرى ان شاء الله مع موضوع اخر. الى اللقاء. مهما قدمتم من اعذار فلن تروي ظمأ جماهير متعطشه للعوده الى معقلها التاريخي ولهاته المدرجات التي ساقت لاهازيج المجانين. فهل سيحاول مسؤول المدينة إيجاد حل لمشكل الحارتي أم أن هذه المنشأة الرياضية سيلقى بها في غيابات النسيان لغاية في نفس من يتربصون بها؟